استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل الحداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات معالي ريم أبو حسان عضو اللجنة الملكية في تحديث المنظومة السياسية ورئيسة لجنة حساب الخيري في صندوق همة وطن وعضو لجنة تمكين المرأة، وذلك في حلقة جديدة بعنوان الخير موجودا في مجتمعنا، حيث تركز الحوار حول تجربة السيدة أبو حسان في العمل الخيري والاجتماعي والأسري. المزيد في هذا الحوار. أين ترين تجربتنا الأردنية؟ وحضرتك أنت يعني تمارسي العمل الوطني على امتداد الوطن وفي العديد من المواقع، كيف ترين فعل الخير خلال الفترة التي اختبرتنا وهي فترة الجائحة؟ أبونا، يعني أنا دائما من الناس المؤمنين إنه نحن في بلد الخير وأهلنا أهلنا طيبين، بدليل أنه فتحنا قلوبنا قبل بيوتنا لما كان في أي ملهوف وأي محتاج يحتاج أن يأتي إلى بلدنا. الإخوة السوريين الموجودين عندنا هم يعني إخواننا، لأنه الأردن اعتاد أن يكون موجود واحد أمان لكل من يطلب الحماية تحت القيادة الهاشمية. فبالتالي إحنا متعودين على أنه الشخص يقوم بمساعدة غيره. الإنسان هو خليفة الله على الأرض، ودورنا عمارة هذه الأرض. عمارة هذه الأرض تكون بأنه نساعد من هو بحاجة لمساعدة، نفرج كربة من ضاقت عليه الدنيا. هذا بطبيعتنا، هذا الدي ان اي موجود عندنا في شعبنا، في اهلنا، في ناسنا. وبالتالي انه نحن نمارس فعل الخير حتى ونحن نتعامل في اجواء الحي او مع جيراننا او مع اقاربنا او حتى على مستوى الدوله. الخير موجود، المهم كيف يتم مأسسة واستمراريه هذا فعل الخير هذا. فبالتالي إحنا في حساب الخير وجدنا إنه هناك قابلية للناس أن تساعد. إحنا في كان يجينا أطفال يعطونا حصالتهم، يطلبوا من موظفين وزارة التنمية اللي كانوا يشتغلوا مع حساب الخير إنهم ياخذوا ناخذ الحصالة مشان يتبرعوا فيها للناس اللي تضرروا من الجائحة. فلما يكون الشخص الطفل الصغير اللي عنده حصالة في البيت وعم بيقدمها تبرع لأن هناك من يحتاج لهذه المساعدة، عندئذ من نكرر ومنقول بالفعل الخير موجود فينا.